المتابعين ديالنا ما تنساوش واحد اللايك واحد التعليق على هذه المنطقه هذه، واللي باقي ما اشترك اشترك معنا فضلا منكم وليس امرا مني. تابعوا الفيديو. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته الاخوان ديالنا، نهاركم مبروك، كنتمنى الله تكون على خير وبخير وبصحه جيده رب العالمين. كنشكر جميع المتابعين ديالنا داخل الوطن وخارج الوطن، كنقول لكم عواشركم مبروكه، وكنتمنى من الله تكون كل شيء على خير وبخير وبصحه جيده رب العالمين. واللي عنده شي مريض الله يجعل ربي يشفي في هذه الايامات هذه، هذه العواشر المباركه. اللي عنده شي مشاكل مع شي واحد يتسامح معاه والدنيا راه فايته. هادشي اللي كاين الاخوان ديالنا، هاد العواشر هذه راه ما كاينش احسن من هذه الايامات هذه. دخلوا علينا شهر رمضان، الله يجعل ربي يدخلوا علينا بالتقوى والصلاه والعباده وبالصحه يا رب العالمين. واللي عنده شي مريض الله يجعل ربي يشافيه، واللي عنده شي سجين مظلوم الله يجعل ربي يطلق سراحه. اي واحد اللي في امنيته شي حاجه ادعي، ونتمنوا من الله الخير يا رب العالمين. هادشي اللي كاين الاخوان ديالنا، نشارك معكم واحد الجوله. مشينا للبلاد مسقط الراس ديالنا، فيما خلقنا وفيما تربينا، دوزنا فيها الثلث ديال العمر ديالنا تقريبا. نعطيكم واحد الفيديو ان شاء الله يا ربي اللي غادي نبدلو على المحتوى، على المحتوى ديال البني. بقاو دائما نعطيكم البني وتمارة، وهذه المره نعطيكم واحد الفيديو خاص المنطقة اللي خلقنا فيها وتربينا فيها، ومن بعد هذا هاجرنا، ولكن باقا عندنا العائلة هنايا، وضروري ولا بد بنادم خصو يزور العائلة ديالو الأحباب العواشر هادي ويتسامح معاهم، ولا عنده شي عائلة ديالو الوالدين ديالو يمشي لعندهم، وهذا الشيء اللي كاين هنا ويزور زيار صلة الرحم. عفوا صلة الرحم راه مزيانة في هاد الأيام ديال العواشر، ودائما غير العواشر، ولكن بالخصوص في هاد الأيام هادي صراحة راه هادشي اللي كاين اخوان ديالنا. اشتركوا معكم في هذا الفيديو هذا ان شاء الله، بهذه المنطقه هذا من هذا الجبل هو عالي كما كتشوفوا معنا. دابا نقلب لكم الكاميرا ان شاء الله ونعطيكم جميع التفاصيل ديال هذه المنطقه هذه، وكنتمنى من الله يعجبكم هذا الفيديو هذا وتشجعونا وتشجعوا القناه هذه اللي دائما كتكون جديد. الحمد لله دائما كنعطيكم بعض الحاجات اللي كنستافدوا منهم بزاف بزاف، خصوص الناس اللي مقبلين على البناء او بناوا قبل. دائما كنعطيكم واحد اي حاجه كنعملوا المجهود ديالنا، نعطيكم واحد الحاجه اللي كنستافدوا منها بزاف بزاف الناس، خصوصا الناس الجاليه كنشكرهم بزاف بزاف. خليكم تتابعوا معنا فرجه ممتعه، ما تنساوش تعملوا اللايكات وتخلي لنا واحد التعليق على هذه المنطقه هذه، والله يحفظكم. تابعوا الفيديو. ها انتم الاخوان ديالنا على منظر، كيفاش كيظهر لكم منظر جميل صراحه. كنظن في العشيه كيكون كثر الصور، كيجي رائع، أو الجيو كيكون ماشي فيه القيلة بزاف، كدا الصورة من أفضل من هادي. خلينا واحد التعليق على هاد الصورة هادي، الله يحفظكم. اللي بغى يزور المنطقة مرحبا. هانتوما الإخوان ديالنا، دابا نعطيكم جميع اتجاهات هاد المنطقة هادي اللي كنصور لكم منها إن شاء الله ربي. هاد المنطقة هادي كتشوفوا معنا خاصة بالزيتون، ها هي قبلتكم، هادي فيها شجرة الزيتون كاملة بالغرس قبلتكم، ها هي فين هي، كاملو فيها لا فلاحة لا تا شي حاجة، هادي خاصة غير بالزرع غير بالزيتون. الحمد لله كان كيجي واحد ما شاء الله في الوقت اللي كان الشتا بزاف، ودابا قللت الشتا صراحة، بس يجي بزاف، واحد العام كيجي واحد العام مكيجيش. كيجي قليل دائما البركه، ولكن كيكون داك الشيء ماشي بحال اللي كنا عارفو شحال هادي. انتما كما كتشوفو معنا منظر جميل صراحه، هذا هو المنطقه اللي كنسكنو فيها حنايا، هذا هو الدوار او الشر كما كيقولوا كل واحد على حسب النطق ديالو. هذه المنطقه هذه الذي من ديالنا هذه خاصه بالزرع، ارض فلاحيه 100% صراحه. راه ملي كتكون الشتاء راه ما شاء الله الخير كيكون هنايا، منطقه فلاحيه صراحه، كاينه الجوده وكاينه كيكون الخير موجود صراحه، لا من القطنيه ولا من الزرع ولا من البصله، اللي جميع الفلاحه كتكون الحمد لله عندهم هنا موجوده. منظر جميل صراحه، صورنا لكم هاد الجبل هذا، هاد الجبل هذا عالي، هو اعلى جبل عندنا هنايا منطقه صراحه،
شحال هادي من السنة ما طلعنا له. هادي الأرض فلاحية، هاد المنطقة هادي الناس اللي كيعرفو شي، هادي جرف الملح، جرف الملح ما بيناش بزاف، ما بعيداش بزاف عفوا، 10 كيلومتر بيننا وبينها أولا شي 9، قريبة بزاف. إقليم سيدي قاسم قريبة على وزان ب40 كيلومتر. الناس اللي بعادين لهاد المنطقة ما كيعرفوش، راه في الطريق ديال فاس اللي جاي على تطوان وزان فاس، معروفة جرف الملح، كاين شوية ديال الريح كنظن.